اهلا بيكم حبايبي طلبة طلبات الصف الرابع الابتدائي. النهارده هنحل مع بعضنا اكسرسايز اون ليسون 2 في كونسبت 2. اول سؤال يا محترمين تشوز مع بعضنا. هيومن نيد، الانسان بيحتاج، نوت تو ووك فروم وان بليس تو انذر. الانسان بيحتاج ايه عشان يمشي من مكان لاخر؟ اكيد بيحتاج لطاقه. بياخدها منين؟ من الطعام. يبقى ايه؟ باينه جدا، يبقى انرجي اوبتين فروم فود، طاقة يحصل عليها من الطعام. اتنين، when you throw stone in a lake، lake يعني بحيرة، لما ترمي طوبة في بحيرة، نقط is transfer، مين بينتقل from the stone to the water surface؟ طبعا الكينيتيك انرجي. انت بتديها طاقة حركة، طاقة الحركة بتنتقل من الحجر الى مين؟ الى الووتر سيرفيس. يبقى رقم اتنين ايه يا اولاد؟ رقم اتنين دي. تلاتة، stop the object، الجسم الواقف اللي مش بيتحرك، بليز موجود على 10 متر هاي فروم ذا ايرث، جسم موجود على ارتفاع 10 متر من الارض، سطح الارض، هاز نوت زين ذا سيم اوبجكت وين ات بليز ات 5 متر. احنا كل ما الارتفاع زاد البوتنشال بيزيد، فالجسم المحطوط على ارتفاع 10 متر غير الجسم المحطوط على ارتفاع 5 متر، ده عنده بوتنشال انرجي اكتر. يبقى ايه؟ يبقى لارجر بوتنشال انرجي. يبقى الجسم اللي على ارتفاع 10 متر هاز لارجر بوتنشال انرجي عن الجسم المحطوط على بعد 5 متر. يبقى رقم 3 بي. 4، أربعة بتقول إيه يا محترمين؟ when a ball on a certain height، لما يبقى في كرة على ارتفاع معين، is left to fall down، تركت إنها تسقط. طبعا أنا من غير ما نقرأ الإجابات البوتنشال تتحول لإيه؟ لكاينيتيك. فين بقى؟ أهو its potential energy it change into kinetic. نقولها تاني يا مستر، when a ball on a certain height، كرة على ارتفاع معين، lift to fall down، تركت حتى تسقط إلى أسفل، يبقى البوتنشال إنرجي بتاعها تتحول إلى كاينيتيك إنرجي. اللي بعد، 5، form of energy that can be seen، إحنا قلنا أشكال الطاقة اللي هتطلع ما عدا اللايت، الضوء بنشوفه، لكن الساوند مش بنشوفه، ولا الإلكتريك ولا السيرمال. 6، energy that is stored، الطاقة المخزنة في الجسم due to its position، طالما stored طاقة مخزنة في الجسم نتيجة وضع معين يبقى ايه؟ potential. very good. اللي بعده هنوصل الجدول الجميل يا محترمين. سامي، ولد اسمه سامي، ستوب، واقف على بعد 20 متر هاي، يا واقف على مكان عالي ارتفاعه 20 متر، اكيد ده عنده ايه؟ عنده طاقة وضع كبيرة، لأنه كل ما الارتفاع يزيد طاقة الوضع بتزيد. يبقى نختار ايه؟ فكر معايا، هقرا معاكم. ها، اهي اف هي هاز لارج اماونت اوف بوتنشال انرجي. يبقى رقم واحد اف، واحد ايه؟ اف. اتنين، سامي ستوب واقف على بعد 5 متر، يبقى العكس، عنده اقل طاقة وضع. فين بقى؟ اهي دي. يبقى he has a small amount of potential energy. طيب سامي stop on the ground، واقف على الارض، ده اللي عنده طاقة وضع ولا عنده طاقة حركة؟ لانه واقف على الارض. فين دي بقى؟ لا، فين؟ اهو B، he doesn't have potential or kinetic energy، اللي عنده دي ولا دي. 4، سامي walk slowly، بيمشي ببطء على الأرض، يبقى طالما بيمشي يبقى عنده طاقة حركة. طب بس بيمشي بالراحة ببطء، يبقى طاقة الحركة قليلة، أهي E. يبقى he has small amount of kinetic energy. 5، سامي run fast on the earth، بيجري بسرعة، يبقى has طاقة يبقى عنده طاقة حركة ايه؟ كبير، اهي he has large amount of kinetic energy. اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين، وانا واثق ان انتوا فاهمين عشان انتوا شاطرين وممتازين. اللي بعد، true or false،
we eat food to obtain energy. طبعا ترامب بناكل طعام عشان نحصل على الطاقة. اثنين energy doesn't transfer. false. اول ما اقول لي energy doesn't transfer غلط. الطاقة بتتحول او بتنتقل من جسم لاخر. ثلاثة any moving object has a form of energy. نون اي جسم بيتحرك عنده طاقة شكل من اشكال الطاقة يسمى kinetic energy. true. يبقى رقم ثلاثة ايه يا ولاد؟ ثلاثة true. اللي بعد when an object lift to fall down. لما الجسم نتركه ينزل لتحت. its potential energy change into kinetic energy. yes. we can measure. انا بقول بسرعة عشان الكلام ده مقرر وسهل. we can measure the distance that an object. ممكن نقيس المسافة اللي بتحركها الجسم كنتيجة pushing force. طبعا true. ستة to do work. عشان ابذل شغل you must push or pull an object for a certain distance. yes. عشان تعمل شغل لازم تدفع او تسحب الجسم مسافة معينة. طبعا as the height of object from the earth. لما الارتفاع بعيد عن سطح الارض increase يزداد its potential energy degrees. false. لما الارتفاع increase البوتنشال طبعا انكريز. فاهمين يا ولاد؟ رقم 8 يبقى 7 يا ولاد. 7 فولس. نمبر 8 ها وين نطلع كده لفوق شويه يا ولاد عشان نظبط الصوره. شايفين كويس؟ اوكي. وين ان اوبجكت موفز فاستر. الجسم يتحرك اسرع. It gains a large amount of kinetic energy. طبعا صح. اللي بعده scientific term the energy that stored. اول ما اقول لك الطاقه المخزنه في الجسم due to the position تبقى الاجابه potential على طول. potential energy. اثنين the energy that the object gains due to its motion. الطاقه اللي بيحصل عليها الجسم نتيجه الموجن الحركه تبقى الإجابة إيه؟ كينيتيك. جود. كينيتيك إنرجي. ناس بتنطقها كينيتيك بس على القاموس أو جوجل بينطقها يا ولاد كينيتيك إنرجي. تلاتة the ability to do work. القدرة على بذل الشغل على طول إنرجي. the force القوة اللي بتؤثر على الجسم وتجعله يتحرك مسافة معينة work. كل ده شرحناه قبل كده بالتفصيل. خمسة the energy that it change. الطاقة اللي تتحول إلى kinetic energy when an object falls down. لما الجسم يسقط الطاقة اللي بتتحول إلى kinetic طبعا مين؟ potential. اللي بعد correct your potential energy transfer from your foot. طاقة الوضع بتاعتك بتنتقل من القدم إلى الكرة. لا ده kinetic عشان انت بتزقها برجلك يبقى كينيتك انرجي. اللي بعده اتنين the ability to do not force or cause a change تسمى energy. طبعا كان تعريف الانرجي is the ability to do work. تلات we cannot see. لا نستطيع ان نرى all forms of energy except thermal except light. هذا الطاقة الضوئية ما نقدرش نشوف كل الطاقات مع الطاقة الضوئية. As the object moves faster لما الجسم يتحرك أسرع الـ potential energy increase. لا الـ kinetic. اللي بعد energy form stored. صورة من صور الطاقات مخزن في stopped wooden books place on the table. عندنا صندوق خشب على ترابيزة يبقى مخزن فيها طاقة حركة. لا potential. الطاقة المخزنة يبقى ايه؟ potential energy. الصفحة اللي بعديها يا اكمل يا ايه؟ شاطر يا محترمين. complete يا حبايب قلبي يا غاليين. ها if you have the ability to push a chair. لو انت عندك قدرة ان انت تدفع كرسي so you have يبقى ده معناه ان انت عندك energy طاقة. يبقى اول واحدة في رقم ستة يا أولاد energy.
ها when a force move، لما القوة move a ball، تحرك كرة over a distance، we can say that not is done. طالما القوة أثرت على كرة حركتها مسافة يبقى في شغل مبذول الورك. تلاتة when you kick a ball، لما تدفع كرة not energy of your foot، يبقى كينيتك على طول طاقة الحركة بتاعت رجلك تنتقل إلى الكرة. اللي بعد when apple falls، تفاحة سقطت من شجرة it's not energy will decrease، تبع مين potential، البوتنشال بتعمل ايه يا ولاد بتقل. خمسة some type of energy، بعض انواع الطاقات can be seen some types، بعض انواع الطاقات ممكن تتشاف زي مين light، while some other type بعض الطاقات لا ترى cannot be seen زي sound وزي thermal او الهيت وزي الالكتريك. ستة نرفع شوية يا ولاد عشان الصورة تبقى واضحة. يلا يا ولاد ستة if an object is placed at a height above the earth، جسم محطوط على ارتفاع معين من سطح الأرض it store بيخزن على طول potential. سبعة if a bird fly، طائر سقط from the ground، آسف يا ولاد أنا آسف، فلاي يعني يطير، طائر بيطير from the ground، طائر بيطير من الأرض up إلى أعلى to high tree لشجرة عالية its potential energy will increase، شو بيطلع لفوق يبقى البوتنشال انرجي يا ولاد increase. 8 if you move a bag placed on a table، حركت bag يعني شنطة من على ترابيزة to the floor، فلور هنا معناها أرضية يعني أوكي الأرضية بتاعت الحجر، ها يبقى it's potential energy will، طبعا تنزلتها من فوق لتحت يبقى it will a decrease very good. give reason يعني ايه ولاد give reason، اذكر السبب. the goal net شبكة الجون vibrate بتهتز when ball hits it، لما الكرة بتصطدم بيها ليه؟ because the kinetic energy of the ball transfer to the goal net، صح لأن طاقة الحركة بتاعت الكرة بتنتقل إلى شبكة الملعب شبكة الجون، يبقى because the kinetic energy of ball، طاقة الحركة بتاعت الكرة transfers بتنتقل to إيه يا ولاد؟ to the goal net. سهلة. اللي بعد a bird stop on a tree has energy، الطائر اللي واقف على شجرة عنده طاقة، طبعا ليه؟ because it is a height from the earth، هو على ارتفاع من الأرض so it has potential energy، يبقى because it is a height from earth، هو على ارتفاع من الأرض so it اللي هو الطائر has a potential energy. اللي بعد when stone، لما حجر throw upward نقذفه إلى أعلى its potential energy increase، طبعا because the height increase، مش احنا بنرمي له فوق يبقى كل ما اطلع لفوق طاقة الوضع تزيد، ليه؟ لأن الارتفاع بيزيد، يبقى because its height ارتفاعه from earth increase. اللي بعد what happened، أسئلة على فكرة أولاد شكلها صعب بس هي تافهة وبسيطة جدا، اللي فاهم هيحلها بسهولة قوي. ماذا يحدث an object، جسم بليز محطوط على ارتفاع from the earth surface according to its potential energy،
جسم موضوع على ارتفاع من سطح الأرض. ها ماله بقى؟ جسم محطوط على ارتفاع من سطح الأرض بالنسبة للبوتنشال، يبقى عنده بوتنشال، يبقى it has potential energy. تافه جدا. جسم محطوط على ارتفاع معين يحصل له ايه؟ هيبقى عنده بوتنشال انرجي. اتنين، ان ابل فولز، تفاحه سقطت من على شجره الى الارض بالنسبه للتشينج، تحولات الطاقه، يبقى لما تسقط التفاحه من اعلى الى اسفل من الشجره للارض ايه اللي هيحصل؟ البوتنشال انرجي تشينج انتو كينيتيك انرجي. خلاص يا حلوين؟ سهلة ولا صعبة؟ يبقى potential energy change into kinetic energy. اللي بعد، you transfer a book، لما تنقل كتاب from lower shelf من سطح أسفل to higher shelf. أوكي؟ إيه اللي يحصل؟ يبقى its potential، بالنسبة لل potential، its potential energy increase. its إيه يا ولاد؟ its potential energy، ها its potential energy increase. ليه؟ لان انا ارفعه من مكان lower الى مكان اعلى، فكل ما زادت المسافه او الارتفاع زادت طاقه الوضع. اخر صفحه، شكلها كتير بس مش هتاخد معانا وقت. ليه؟ الرسومات دي يا اولاد بتبقى كتيره بس اسئلتها بسيطه وبتتحل بسرعه. عندنا كتابين، كتاب تيبل A وكتاب على تيبل B. طبعا ده أعلى، يبقى باختصار مين اللي عنده بوتنشال انرجي أكتر؟ ده ليه؟ لأنه على ارتفاع أكبر. بيقول السؤال according to the potential، بالنسبة للبوتنشال انرجي which of the following statement is correct؟ ها احنا عرفنا إن دي قصيرة شوية، دي أطول. ها طبعا the book on table، انا بقراها معاكم يا ولاد عشان نجاوب. ها ايه؟ the book on table B more potential energy has more. ايه ليه؟ التيبل B عنده more potential عشان ده اعلى. خلاص يا ولاد سهله ولا صعبه؟ يبقى the book on table B اللي على اليمين دي has more potential energy. اللي بعد، if you transfer the book on table A، لو التيبل A دي اللي هي القصيرة دي نقلنا الكتاب منها onto table B، البوتنشال انرجي ويل على طول انكريز. لما انقل الكتاب ده من هنا لهنا يبقى البوتنشال ايه؟ انكريز. ليه؟ عشان هايت انكريز. السؤال اللي بعده، look at the two opposite figure، فاكرين الاكروبات ده؟ ها then choose the correct answer، اختار الاجابة الصحيحة. in figure A، في الشكل A، the acrobat 1، acrobat 1 has، طبعا has ايه؟ potential energy اكتر من acrobat 2. فين دي بقى؟ لا فين؟ ايه؟ potential energy more than that of acrobat 2، لكن مش بيساوي بعض ولا اصغر منه، ده البوتنشال بتاعه اعلى عشان ده على مسافه اعلى، يبقى البوتنشال energy more than that of acrobat 2. اتنين، in figure B، في الشكل B، ها during the rising up، اثناء ارتفاع acrobat 2 لما ده بيرتفع الى اعلى into the air، في الهواء، his ايه بقى؟ طبعا his potential energy increase. ليه؟ لان هو بيرتفع الى اعلى مسافه بتزيد، يبقى البوتنشال انرجي يا ولاد increase. اوكي اوكي خلاص فاهمين يا ولاد؟ نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا ولاد، السؤال اللي بعده يا ولاد، معلش ارفع ال، يلا اخر سؤال وهقول لكم باي باي. بيقول ايه يا ولاد بقى في السؤال رقم 11؟ look at the opposite figure، بص للرسمة دي، then complete the following، أكمل إيه؟ أكمل العبارة.
هوين the boy lets the ball falls down. لما الطالب الولد ده ها يدع الكرة تسقط. Not energy which is stored in the ball it change into سهلة جدا. البوتنشال تتحول لكاينتك. يبقى البوتنشال انرجي change into يا ولاد كاينتك انرجي. When the ball hit the floor لما الكرة تصطدم بالأرض. And the bounce up its not energy will increase as it rises up. تبقى الإجابة إيه يا ولاد؟ تبقى الإجابة potential طبعا. لما تصطدم بالأرض وترجع مرة تانية كل ما تطلع لفوق البوتنشال بيزيد. خلصنا يا حبايبي كل الأسئلة. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا وفهمتوا. ربنا معاكم. عجبك الفيديو دوس اللايك الجميل بتاعك عشان يدعم القناة وتوصل لكل ولادنا وحبايبنا. تمنياتي لكم كل النجاح والتوفيق. إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.